قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. وجميل الستر إلى الأبد يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأذل شددي. الله الله ضاقت بالأرض بما رحبت فسواك غيابي لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. عز وجل عن الولد. الله الله كن لي غوثا من كل ظلام كرب الحال وهول غدي. واصرف عني ما يفتني ألهمني أسباب الرشد. نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد وأن يجعلكم هداة مهتدين قرآنه أعزاء معتزين هدى نبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن تقوى الله تفتح لنا أبواب الرزق وتفرج عنا الضيق. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما وأبدا متحابين بروح الله من غير ذي أرحام بيننا، من غير نخلص النية لله تبارك وتعالى حتى يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا، وحتى نكون دعاة إلى الدنيا كلها في هذا المكان وفي غير هذا المكان. ونحن نرحب باسمكم، أقول نحن نرحب بكل من يمد يد العون ويساعدنا على أن تكون هذه الجمعية جمعية خيرية بحق كما أراد الله تبارك وتعالى لنا الخيرية في الدنيا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه في هذا الشهر الطيب المبارك وفي شهور العام كلها. وشكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد. كل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك للجميع وصح فطوركم. الحمد لله رانا في سيدني هنا، يعني ما غابش علينا الجو، نقول المغاربي بوصف ليبي بالرغم ان الجو كله جزائري، يعني شوربة الفريك، البوريك، البطاطا، ما شاء الله الأخوة، المحبة. رمضان يعني عد علينا هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان خاصتنا برك يشاركونا خاوتنا في مواطننا الأصلية اللي هي الجزائر طبعا، وفي كل مكان. ورانا يعني نقصتنا إن شاء الله شوفتهم وزيارتنا لنا جميعا، وإن شاء الله ربي يعيد رمضان على الأمة الإسلامية جميعا وعلى وطننا الجزائر بالخير واليمن والبركات، وينصر المسلمين في كل مكان. وإن شاء الله ربي يوفقنا ووفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله خير. عندي مدة تقريبا 15 سنة هنا في سيدني،
وحنا رانا مع الجالية هنا يعني ولفنا دوك الأجواء في رمضان هون في سيدني يعني ولفنا بها عرض عادي عندنا يعني الحمد لله رانا مازلنا وحافظين على ديننا يعني فهم. هلا كملنا كان فيها مسابقة لحفظ القرآن شاركنا فيها والحمد لله وجينا صلينا صلاة التراويح والجالية كلها راهي هنا لو كانت تاخذ انطباعاتهم إن شاء الله يزيدوا في دوك أحسن والحمد لله ونبلغكم السلام كل الجزائريين. السلام عليكم. السلام عليكم. صحاب طوركم اهل الجزائر، احنا من سيدني. الحمد لله احنا هنا في رمضان والله عقبنا رمضان ما شاء الله، وفي جو ربيعي، نص ربيعي ونص شتوي. الحمد لله على كل حال صمنا هنا في هذه الجمعية المغاربية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لمينا بعضنا والحمد لله، وكان إفطار جماعي وكان نشاطات ما شاء الله، ومن بينهم تفرجنا الماتش، تفرجنا الفريق الوطني وكانت هناك أعصاب والحمد لله على كل حال. وصحة عيدكم والحمد لله رب العالمين. موسيقى